أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق: لقد بات واضحاً أن النظام السياسي القائم في العراق ومن ورائه القوى التي تسيره اتخذ قراره بالانتقال من حالة الطائفية السياسية إلى حالة تمكين الطائفية المجتمعية رغماً عن الشعب العراقي وتحت مظلة القانون لأن ما فشل في تحقيقه عبر الأولى بما يضمن بقاءه واستمراره يدفعه إلى الوصول إليه بامتطاء وسائل أخرى وبدأت اللغة الطائفية بين السياسيين تعلو من جديد متخذين من الجدل بشأن القوانين والتشريعات حجة ومبرر ومبررا للتشويش على حقيقة ما يجري في العراق من فشل وإخفاقات وصرف الأنظار عن نكث السلطات وعودها بشأن تحسين الواقع المعاشي للعراقيين وتوفير الخدمات وإصلاح الأوضاع العامة ويقول المراقبون أن النظام السياسي الجديد بعد العام 2003 تعامل مع المجتمع العراقي لا على أساس أنه مجتمع وإنما مجموعة متباينة من المجتمعات وكل واحد منها محكوم بأعراف وقوانين خاصة مع تغييب متعمد ومقصود لفكرة الوطنية العراقية التي جرى تهشيمها على مستوى الخطاب ومستوى الإجراءات التي ترسخت وجود جماعات طائفية وعرقية ترفع كل واحده منها هويتها الطائفيه او العرقيه بديلا عن الهويه الوطنيه الجامعه بذريعه استحاله وجود فكره للوطنيه وان قدر العراق ان يكون جماعات لا مجتمعا واحدا والعمل على اختلاق ازمات ذات نفس طائفي وعنصري لحشد القوى الطائفيه جمهورها الضيق من الطائفيين خاصه في مواسم الانتخابات محاولات القوى او محاولات قوى العمليه السياسيه نقل الطائفيه من الحاله السياسيه الى الحاله المجتمعيه عبر مظله تشريع القوانين وتصعيد اللغه الطائفيه هو الذي سنبحثه في حلقه الليله من برنامج طاوله حوار وسنطرح فيها الاسئله التاليه اين ستقود محاولات النظام السياسي نقل حاله الطائفيه السياسيه الى حاله الطائفيه المجتمعيه بذريعه القوانين ولماذا تروج القوى الطائفية لاستحالة وجود فكرة الوطنية العراقية بذريعة أن قدر العراق يكون جماعات لا مجتمع واحدة وهل فعلا أن القوى السياسية لا تتورع عن تخريب الفضاء العام وتسميم الأجواء بخطابات طائفية ممجوجة لا علاقة لها بالمصالح اليومية للشعب العراقي من أي ملة ودين وهل بات من المقدر للحالة الطائفية السياسية والمجتمعية في العراق أن تكون نمطا اجتماعيا مسيطرا في المستقبل ضيف الطاوله رافع الفلاح صباح الناصري اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذه الحلقه من برنامج طاوله حوار تبحث حلقه الليله في محاولات القوى او قوى العمليه السياسيه نقل الطائفيه من الحاله السياسيه الى الحاله المجتمعيه عبر مظله القوانين وتصعيد اللغه الطائفيه من جديد. ضيفاء الطاوله الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو وسيكون معنا استاذ العلوم السياسيه في جامعه يورك الدكتور صباح الناصر عبر سكايب اهلا وسهلا بالضيفين الكريمين حياكم الله مساء الخير دكتور صباح حياك الله استاذ ماجد تحيه طيبه عزيزي اهلا وسهلا دكتور الدكتور رافع الطائفيه يعني بعد الاحتلال الامريكي بقيت ظاهره سياسيه محصوره بقوى العمليه السياسيه يعني فقط لم تتمدد الى المجتمع بشكل مباشر الا الان هناك محاولات لنقلها من حاله سياسيه الى حاله مجتمعيه. ما مصلحه قوى العمليه السياسيه من تلويث المجتمع بالطائفيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم حييك استاذ ماجد واحيي ضيفك الاخ الدكتور صباح اهلا وسهلا الناصري الحقيقه قد ما تم احتلال العراق عام 2003 فكرة الطائفية كانت محمولة مع قوات الاحتلال الأمريكي والأمريكان قوى الاحتلال الأمريكي وجيش الاحتلال الأمريكي عمل على أن تكون الطائفية بحالة مؤسسية في العراق من خلال المحاصصة وكان مجلس الحكم بالبداية خير مثال على هذا الموضوع 13 شيعة خمسة سنة خمسة من البدايه كانت الفكره بهذا الشكل ان تكون مؤسسيه ومحاصصه والقوى الوزارات توزع بهذا الشكل. هذه العمليه الحقيقه من البدايه كانت في تفكير القوى الطائفيه ان تحولها الى يعني تحول الطائفيه السياسيه الى طائفيه مجتمعيه موجوده. لكن ممانعه المجتمع العراقي، هذا المجتمع المتماسك على الاقل في ظل الدوله العراقيه هو لقرون طويله كان مجتمع متماسك وما به هذه الفكرة وما منزلق هذا المنزلق وأثبت في ثورة العشرين وما بعدها قدرته على الصمود وقدرته على التماسك لكن في هذا في هذه الظروف كانت كانوا هناك محاولات وصلت الى محاوله عام 2006 في تفجير ما حصل في سامراء كانت المحاوله لاثاره لنقل الطائفيه السياسيه الى طائفيه مجتمعيه والحقيقه قامت قوى ميليشياويه بهذا بهذا لكنها لم تنجح في تحويل القضيه الى طائفيه مجتمعيه، ظل المجتمع العراقي، ولذلك كنا نقول دائما ما نقول وكثير من الدراسات تؤكد عليها انه لو غير مجتمع غير المجتمع العراقي تعرض الى ما تعرض اليه المجتمع العراقي لانهار بشكل كامل، المجتمع العراقي حاول يقاوم وما زال يقاوم. لكن انا اعتقد الحد الفاصل في كل هذا واللي نقل يعني الفكره الفكره السياسيه الطائفيه الى تحويلها الى فكره مجتمعيه باصرار او تسريع هذه العمليه هي عام 2019 الف ثوره 2019 ثوره تشرين هذا الشباب الصغير اللي اللي خرج واللي كانوا يعتقدون انه طائفي ومؤدلج طائفيا واذا به عابر للطائفيه، هذا اللي خلاهم يفكرون في تعجيل عفوا <applause> الخطوات باتجاه نقل الـ الـ الفكر الطائفي السياسي إلى فكر مجتمعي تحويل الطائفية إلى مجتمعية وعند تحويلها إلى مجتمعية هم يعرفون طوال هذه السنوات التي مضت أنهم لم يحققوا شيئا لم يستطيعوا كسب المواطن العراقي المجتمع العراقي إلى جانبهم خلال كل هذه الفكر السياسي الفكر السياسي اللي طرحوه طائفيا لم يستطع أن يجعل المجتمع يؤيدهم بشكل كامل لا يمكن هناك جماعات يغروها بالمال يغروها بالسلاح بالارهاب تؤيدهم او تخاف منهم لكن عموم المجتمع ضدهم هناك ثورات في اختزنها العراق ثورات شعبيه كثيره اختزنها العراق وهم ما قادرين يقدموا شيء وهم على المستوى مستوى تقديم شرعيتهم شرعيه الانجاز ليس لديهم شرعيه بالانجاز فاذا المجتمع ضدهم يجب ان تحويل المجتمع الى مجتمع بفكر طائفي متمسك بالطائفية يعني يرعى الفكر الطائفي ويتمسك به وبحدوده واشتراطاته فلذلك بعد 2019 تسرعت هذه العملية تسرعت بشكل قوي لأجل التأسيس إلى تحويل الفكر السياسي الذي فشل في أن يجعل كراسيهم مؤمنة في الحكم إلى فكر مجتمعي يجعل يعطيهم فترة أطول بالحكم ويؤمن على كراسيهم هذا هذا الوضع لذلك طوال هذه الفترة القريبة الماضية شاهدنا فعاليات كثيرة وأولها أن يتحول أهم 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 فكرة أن يتحول المنصب التشريعي الأساسي يعني البرلمان مثل ما يقال اللي هو القوى التشريعية الأساسية في العراق أن تتحول إلى قوى مؤسسه لفكر طائفي مجتمعي هذه هي هذه هذه الكارثه. سنتحدث عن هذه النقطه عبر يعني عبر سن قوانين هو المسار هذا المعتمد. دكتور صباح مساء الخير مره ثانيه. حياك الله استاذ ماجد تحيه طيبه لحضرتك والدكتور فلاح وعاملين المشاهدين ومشاهدات القناه الاحبه. اهلا وسهلا. دكتور عدوى الانقسام يعني في العراق انتقلت يبدو من طبقه سياسيه الى المجتمعيه هناك من يتحدث عن وين كان انقسام يعني ربما محدود محصور ونحن نتحدث عن قضيه الطائفيه لم تتحول الى ظاهره لكن هناك مظاهر طائفيه قد تكون نعم هذا الحقيقه النقله تاخر نسبيا في الزمن المجتمع وتحدث دكتور رافع بسبب يعني ارث مجتمعي من العيش المشترك وهويه مشتركه وما الى ذلك لكن حقيقة المؤسسات الموجودة الآن وتنظيماتها خاصة المجلس المجلس النواب مصر على أن يذهب بالمجتمع إلى ما ذهب إليه من يعني من طائفية تعتقد أن هناك نجاحات سجلت لهذه الطبقة بهذا الاتجاه على الأقل لحد هذه اللحظة؟ ما أعتقد أستاذ ماجد عزيزي شوف المشكلة الحقيقية اللي تفضل دكتور فلاح تحدث عنها بالأساس وهذا موجود طبعا بالفكر السياسي من ايام الاغريق الى مرور بابن خلدون في المقدمه الى النظريات الحديثه. عندما ما تفكك الدوله العصبيه الجامعه بالنسبه لابن خلدون فتسود هذه العصبيات الجانبيه مذهبيه، دينيه، قبائليه، عشائريه، قوميه الى اخره. بسبب غياب الامن، بسبب غياب القانون وهكذا. فهذه حاله طبيعيه تمر بها المجتمعات. المشكله الحقيقيه اللي تعاني منها هذه الاحزاب اللي سمينا نفسها احزاب التشيع السياسي من بدايه 2003 الى اليوم ولم تنجح ولن تنجح لسبب بسيط واحد كانت تحاول وما زالت تحاول ان تترجم اغلبيه اسميا اغلبيه مذهبيه اسميا الى اغلبيه سياسيه كانت تحاول أن تطرح نفسها كممثل سياسي لهذه الأغلبية الإسمية كانت تحاول وما زالت تحاول أن تختزل الإنسان العراقي من محافظات الجنوبية مذهبيا شيعي أن تختزل سياسيا في هذا البعد فقط بأن الإنسان العراقي في المحافظات الجنوبية هو شيعي فقط هو ليس عراقي هو ليس ليبرالي هو ليس ممكن يكون يساري أو يميني أو... لا هو مجرد شيعي هذه قضية مستحيلة هذه تبين لي وحالة حالة العقلية السياسية لهذه الأحزاب. فالآن ماذا تفعل؟ تحاول أن تعيد المجتمع إلى المربع الأول مربع الطائفية اعتقادا منها أنها طبعا لثلاثة أسباب باعتقادي. الأول اعتقادا منها بعد فشلها الذريع في الانتخابات الأخيرة في 2021 حقيقة ما عادت التيار الصدري نجح لأنه عنده قواعد اجتماعية. انما كل هذه الاحزاب الحاكم او نسميها نفسها احزاب الحاكم الان خسرت الانتخابات اذا تحاول تحشيد جماهيرها للانتخابات القادمه شهر اربعه مثلا. ثانيا تحاول المساومه في مجلس النواب مقابل شيء هي اتفقت عليه وكان اساس لبناء ما يسمى الاطار التنسيقي اللي هو قانون العفو العام. وثالثا وهو الاهم باعتقادي وانا ذكرت هذا في تغريده في قبل حوالي شهر قلت بان هذه الاحزاب الطائفية تأتي الآن بخطاب بيدوفيلي وهو خطاب بيدوفيلي حقيقة هذا ما يسمى تعديل لقانون الأحوال الشخصية هو خطاب بيدوفيلي تأتي بهذا الخطاب للتغطية وهي تدرك تماما على أزمات حقيقية مو فقط قضية نور زهير وسرقة القرن وسرقة السكك الحديدية وبناء الفاو إلى آخره إنما أيضا وكانت تدرك ذلك تماما قضية شبكة التجسس اللي قد تهدد المنظومه السياسيه باكملها فهي شد الانتباه المجتمعي عن هذه الازمات الحقيقيه بمحاكاه قضايا ذكوريه بيدوفيليه الها وجود في المجتمع نتيجه لفقه قرصطوي الى اخره اعتقادا منها بان تحشيد المجتمع الجنوبي في العراق حول هذه الاعراف والتقاليد والفقه والفقه ولكنها فشلت كان هناك دفع بالضد من قبل المجتمع العراقي منظمات العراقية وأيضا من داخل مجلس المنظمات فبالتالي لم تنجح ولن تنجح لأن المشكلة, المشكلة الحقيقية بدأت تتضح بدأت تطفو على السطح فمن الصعب جدا نعم. أن تغطي هذه الأزمات بخطابات جانبية أو فرعية نعم دكتور رافع بعد نيسان بعد 2003 الغزو الأمريكي للعراق النظام السياسي الجديد العملية السياسية تعاملت مع المجتمع العراقي لا على أساس أنه مجتمع واحد بهوية وطنية جامعة واحدة في هذه الدولة التي تأسست عام واحد وعشرين وإنما مجموعات مجتمعية أو عرقية أو دينية والحقيقة متناقضة كما يقول متناقضة ويعني الحقيقة الروابط هشة يعني فيما بينها وكل واحد عنده قوانينه وأعرافه الخاصة وما إلى ذلك هذا هو الواقع واقع المجتمع العراقي وعلى أساسه تأسست العملية السياسية بهذه المحاصصة بهذه الحصص الموجودة هذا واقع المجتمع العراقي كما تقول يعني تقول قوى العملية السياسية لماذا, لماذا يتم القفز عليه لماذا ينكر هو أساسا هذا مو واقع المجتمع العراقي نعم. الحقيقة وهذا دعني أقول لك ما دمنا قد ذهبنا إلى التاريخ نعم. حقيقة 2003 لكن هذا الذي تأسس في 2003 لم يتأسس في 2003، هذا الفكر البريطاني حتى في احتلال العراق يوجد البريطانيين بالعراق منذ عام 2014 وما بعدها يعني في 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 دوري الانتداب والاحتلال والانتداب البريطاني للعراق، كان التفكير في هذا في هذا الموضوع، كانوا يريدون سياسة فرق تسد، هل نذهب إلى العشائر ونفرق العشائر؟ هذه عشائر بدوية وهذه عشائر وهذه مدن و وهذه هذه الصلات والعشائر تعتدي على المدن وكان خلاف يريدون يجدون خلافا مجتمعيا بعد ذلك ذهبوا الى التفرقه الطائفيه هذا الشيعي وهذا السني وهذا ما منه بهذا الاتجاه وهي اقليات ولم تنجح هذه الفكره وجاءت ثوره العشرين تؤكد سقوط كل هذا الفكر وما جاء بعدها حتى اسس الى غير غير قضيه في عام 2003 عندما جاءوا جاء الأمريكان واحتلوا العراق كانت كل الأفكار البريطانية حاضرة في ذهنهم لذلك كانوا يتحدثون عن أنه ما فشلت فيه بريطانيا الآن على أمريكا أن تصححه ما أخطأت به بريطانيا على وجاء بريمر ليتحدث عن نسب ويمزق المجتمع هل قد نسبة الشيعة وهل قد نسبة السنة وهل قد نسبة الأكراد ويخلط مذهبي بقومي وحتى بتأسيس مجلس الحكم خلط بهذه القضية وحتى في كتابة دستورهم خلطوا بهذه القضية بين بين المذهبي والديني وبين القومي والعرقي والقضايا فكانوا يتحدثون عن نسبة نسب وعندما يسأل حتى بريمر عندما سئل أنت من جبت هذه الأرقام قال قالوا لي من قال لك قال القوى التي حكمت تحكم العراق الان هكذا هكذا قالها بريمر اذا ليس هناك والكثير منهم يعود الى بطاطو قال في كتابه وبطاطو لم يعتمد على على شيء علمي يعني لم لا توجد إحصائية وأتحدى كل واحد يقول أن هناك إحصائية سكانية حصلت في العراق كان فيها سني وشيعي أبداً لم يحصل هذا حتى في حتى في ظل الإنجليز لم يحصل هذا الموضوع لم تحصل إحصائية سكانية في العراق حددت بنديا سني وشيعي حددت عربي وكردي نعم قوميات حددتها نعم لمناطق معينة ولحسابات معينة لكنها لم تحدد سني وشيعي ولم يعرف أحدا هل قد سنة وهل قد شيعة في العراق وعمر المجتمع العراقي ما كان بهذا المنطق يعني لم يفكر بهذا المنطق نعم البعض يشعر انه هو مغبون، البعض يشعر كذا، هذه هذه موجوده في كل المجتمعات لكن ان تصل الى قضيه ظاهره وبها مظلوميه وبها بها ويستند عليها في في تقرير سياسات معينه، هذه قضيه لم تصل في العراق الا بعد 2003 عندما جاءت القوى الطائفيه، لذلك الامريكان اشاعوا هذا الموضوع بفكر بريطاني يفرقون الناس واسسوا السياسة الطائفية حولوها إلى سياسة مؤسسية مؤسسات تفرقة هل قد للشيعة وهل قد للسنة وهل ما ومنصب رئيس الوزراء للشيعة ومنصب رئيس البرلمان للسنة وما من هو رئيس الجمهورية الكردي هذه كل تأسيس لتفرقة مجتمعية لتمزيق مجتمعي هذا السياسي لكن ينتقل إلى المجتمع لم يستطيعوا نقل المجتمع بسبب أن المجتمع كان متصالح مع نفسه المجتمع العراقي متصالح مع نفسه الشيعي والسني والكردي كانوا عايشين مع بعضهم لعقود لقرون معينة وكانوا يتشاركون في السراء والضراء بأوقات الحزن ووقات الفرح أوقات المواجهات يتشاركون مع بعضهم لن تكون هناك مشكلة بيناتهم والدليل هذا عندما يعني ترجع إلى الى دوائر التسجيل الشرعي تسجيل الزواجات ستجد كثير من الزيجات الشيعيه الى السنيه وعندما ترجع الى اصول العشائر العراقيه ستجد العشائر العراقيه منقسمه على نفسها هي العشيره في هذه المنطقه السنيه وفي هذه المنطقه الشيعيه وهم اولاد عام فلذلك لم تكن هذه القضيه تشغل العراقيين لهذه الدرجه نعم كانت هناك حزازات هذا لا ننكرها كانت هناك حزازات طائفيه موجوده بالمجتمع لكن لا تشكل ظاهره ولا تشكل هما ممكن ان تخاف من عنده يسقط دوله. هؤلاء ارادوا ان يسقطوا كل شيء. الفكر السياسي الطائفي الذي اسس بالامريكان والبريطانيين لم يستطع ان يجعل هذه المؤسسه التي تحكم العراق، السلطه التي تحكم العراق قادره ان تستمر في حكم العراق، رغم الفساد والخراب والان نشاهد يعني بعد 21 سنه لاحظ الفساد اللي موجود، فساد المالي والاخلاقي وما وصلوا اليه، هذا يريدون ينقلوه الى تاسيس مجتمعي. لذلك السلطه التشريعيه عندما تتحول السلطه التشريعيه وهذا ما كنت اتحدث عنه بالسؤال الاول، السلطه التشريعيه عندما تتحول الى اداه لجعل الطائفيه مجتمعيه هذه كارثه كبيره. انت في القضايا المختلف بها انت لديك مجلس تشريعي برلمان يمثل الشعب يمثل كل الشعب والكل الشعب لهم حصه فيه ويجب ان يراعي مشاعر كل الشعب لانه فيه مراعاه للهويه الوطنيه الجامعه هو الاحرص على الوطنيه الجامعه كل شيء يتناقض مع الهويه الجامعه يفترض يرفضه عندما يذهب الى عيد مثل عيد الغدير لناخذ مثال اللي كل القوى ترفضه ومن منهم قوى شيعية ترفضه وكان على فكرة حتى مقتدى الصدر الذي اقترحه في عام 2010 كان يرفضه عام 2010 رفضه لعيد ال... لماذا الآن يقبله؟ لماذا يقترحه الآن؟ إذا هناك تأسيس لنقل الطائفية السياسية إلى طائفية مجتمعية لأغراض توجيهات معينة أو لأغراض معينة لتثبيت العملية السياسية هذا الموضوع العملية السياسية الآن في احرج ظروفها، الفساد ياكلها، الخراب ياكلها، 21 سنه لم يقدموا شيء، الشعب في وادي قبل ايام وخلال الاسبوع الماضي ثوره خريجي الجامعات الطبية, المهنة الطبيه او او المهن الطبيه نعم 56 الف ما اعرف قد مباشره عينوهم، لماذا عينتموهم؟ اذا يعني هل الناس الان انا طالب حقوقي حقي احصل عليه الا اذا ظهرت ما هو هذا الوضع، طيب والان عينتوا ستة وخمسين ألف وانتم غير قادرين، لديكم قرار تقولون من عين؟ لانه انتم عينتوا ترهل ومصيبه 82 مليار دولار فقط للوظائف، ترهل وظيفي. طيب بعد سنه يطلعون مهندسين يطلعون الاطباء، يطلعون الصيادله، يطلعون خريج الكليات يطلعون دي يطلعون, دي يطلعون, دي يطلعون؟ نعم بالشوارع طيب يعني. ماذا ستفعلون؟ هل نعم. ستعينونهم؟ هل يعني ستصادمون معهم؟ وتضربوهم ودمايات وقتل و... و... وتسفيه لكل الأمور، وبعدين تعينوهم لكي تهدئون الأمور، نعم. القضية إذا ف... هناك فكر غير سوي يحكم السلطة ال... يحكم ال... لل... في العراق وجزء من هذا الحكم الغير سوي ما يحصل الان في في محاوله نقل الطائفيه السياسيه الى طائفية مجتمعيه. نستاذ من دكتور رافع ومن دكتور صلاح <applause> الناصري ومن المشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لاكمال النقاش في حلقه الليله من برنامج طاوله حوار. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذه الحلقه من برنامج طاوله حوار تبحث الحلقه في محاولات قوى العمليه السياسيه نقل الطائفيه من الحاله السياسيه الى الحاله المجتمعيه وتصعيد الخطاب الطائفي ضيفاء الطاوله الدكتور رافع الفلاحي والدكتور صباح الناصر دكتور صباح قوى العمليه السياسيه تقول انه ليس المجتمع العراقي هو لم يكن مجتمعا واحدا وانما مجموعات او مكونات متناقضه ومتنافره ولكل منها طبعا هويتها الطائفيه او العرقيه وقوانينها وضوابطها لم يكن هناك الحقيقه نظام وطني، كان هناك نظام حكم طائفي تتحكم به اقليه طائفيه ولا وجود لوجود لما يسمى بالوطنيه العراقيه وهذا هو الواقع وبالتالي فان هذا النظام هو استمرار ومكمل لكل الحقب التي جرت او تعاقبت على حكم العراق ملكيه او جمهوريه، نظام حكم طائفي. تتحكم بأقلية طائفية دقيق هذا الكلام <applause> لا هذا خرص الكلام <applause> لأنه يعكس مفهوم ضيق للمجتمع نعم. يعني هذه هذه لاحظ بدايات محاولة خنسمي تطييف المجتمع العراقي نعم. ضرت الخمسينات والستينات مع تشكيل حزب الدعوة لماذا؟ لان اغلبيه المحافظات الجنوبيه طبعا من الفلاحين انتفضت على الاقطاع الشيعي يعني كان اكبر اقطاع في العراق هو الاقطاع الشيعي والاقطاع الكردي مو السني فانتفضت هذه الطبقات الفلاحيه واتجهت الى ماذا؟ اتجهت الى الاحزاب المدنيه القومية، الاحزاب القوميه الشيوعيه الليبراليه الاشتراكيه اي شيء فبالتالي بدات تفقد الحوزه في النجف تأثيرها على المجتمع الجنوبي فهنا طرأت فكرة تشكيل أحزاب سياسية تنافس الأحزاب المدنية وتحاول استعادة هذا الزخم من الحواضر الاجتماعية إلى اتجاه خنسمي سياسي طائفي ولكنها فشلت فشلت في الستينات فشلت في السبعينات ماذا فعلت لما فشلت لجأت إلى, إلى الإرهاب يعني في السبعينات في نهاية السبعينات بداية الثمانينات اذا تتذكر استاذ ماجد كانت هنالك محاولات ارهابيه من حزب الدعوه ومن عمل العام الاسلامي الى اخره لماذا؟ لانها كانت تعتقد بانه المجتمع الجنوبي اللي يسميه شيعي بمفهوم ضيق للمجتمع اذا حدث فعل ما سياسي حدث عنف فان هذا المجتمع سيلتف حول هذه الاحزاب ويسقط الحكومه العراقيه في ذلك الوقت. اتضح لا المجتمع الجنوبي لم يصطب حولها بالعكس لاحظ اعطيك انا احصائيه استاذ ماجد نعم في بداية القرن العشرين كان عدد في ذلك الوقت من عدد الدارسين والباحثين إلى آخره في الحوزة العلمية يتجاوز يمكن عشرين ألف في نهاية السبعينات ما بقى إلا بضعة مئات يتجهون للحوزة العلمية يعني الحوزة العلمية الفقهية الشيعية والاحزاب الشيعيه التشيع السياسي الاثنين حقيقه فشلت دخلت في ازمه فبالتالي مفهومه للمجتمع مفهومه للسياسه مفهومه للجغرافيا مفاهيم ما قبل سياسيه مفاهيم ما قبل مجتمعيه هي لا تدرك تعقيدات المجتمع ماذا يعني مجتمع المجتمع ليس هويه قبليه او عشائريه او مذهبيه او دينيه المجتمع ليس عبارة عن تجمع لأفراد المجتمع هو عبارة عن صيرورة تاريخية صيرورة تاريخية تصهر كل هذه الأفراد والمجاميع في ثقافة معينة في شبكات اجتماعية معينة في جغرافيا معينة بغض النظر عن الهويات الفرعية لهذه الأفراد هي لا تفهم المجتمع بهذا الشكل وأكبر دليل يوضح هذا القصور العقلي والسياسي في ذهنية هذه الأحساب التي تسمى التشيع السياسي عندما تدعي لم يكن هنالك مجتمع عراقي فإذا كيف كانت هنالك الدولة العراقية لأن الدولة بالتعريف هي تكثيف للعلاقات المجتمعية فإن لم يكن هنالك مجتمع بالتعريف ليس هناك دولة هذه الناس تفتقر إلى بديهيات العمل السياسي، إلى بديهيات التفكير السياسي، إلى بديهيات العمل المؤسساتي. دخلت وحكمت بمحض الصدفة، أنا سميتها سقطت من ثقب من ثقب شبكة عنكبوت الزمن. نتيجة، لاحظ.. الطامه الكبرى حقيقه اللي وقع فيها يعني ذوق وقع ضحيتها عدد كبير من الشعب العراقي نتيجه للخطوه الاولى للحرب، انا تحدثت في مقال بانه الحصار الاقتصادي اللي ما انفرض على اي دوله في عمر الامم المتحده مثل ما انفرض على العراق، انا سميته في ذلك الوقت قبل احتلال العراق هذه هي الخطوه الاولى للحرب تدمير العراق وموارده واضعافه عسكريا وتقنيا الى اخره من اجل احتلاله انا تحدثت هذا قبل الاحتلال فاذا المجتمع العراقي كان مدمر اقتصاديا ومؤسساتي الى اخره فبالتالي وقع جزء كبير من ضحيه الاحتلال نتيجه لضعفه لهشاشته لمرضه لتعبه يعني الناس تعبت حقيقه استغلوا هذا ولكن اللي انا اؤكد عليه من قبل 2003 الى اليوم مشروع الاحتلال اللي اتى به المحافظين الجدد اللي هم المسيحيين الصهاينه نعم كتب في معهد يوناتان نتنياهو معهد في تل ابيب لاحظ استخدام الطائفيه استخدام مفرده الارهاب استخدام التغيير الديموغرافي استخدام احتلال الارض في العراق كلها ابعاد صهيونيه لاحظت تجدها في غزه الان هو هذا المشروع وللاسف لا. كان هناك من يدعون انهم عراقيين من اجل الوصول الى السلطه تواطؤوا مع هذا المشروع الصهيوني لتفكيك الدوله العراقيه والمجتمع العراقي ولكن لحسن الحظ بل مو لحسن الحظ انما انا قلت في كثير من المرات اللي ما يفهمه لا بريمر ولا نتنياهو ولا بوش ولا المالكي ولا الخزعلي ولا غيره اكو شيء اسمها شخصية تأريخية عراقية عبر آلاف السنين هذه الشخصية التأريخية العراقية المعقدة في تركيبتها نعم. هي اللي أنتجت عدة حضارات نعم ماكو مجتمع في العالم أنتج عدة حضارات مثل العراق إذا هنالك سوء فهم للشخصية المجتمعية العراقية وهي هذه اللي ما عرفوا شو يتعاملوا يعني. هي هذه خلف ثوره العشرين وخلف ثوره تشرين وخلف كل الاحتجاجات القادمه ايضا. اشكرك. دكتور رافع يعني هناك من يقول ان القوى الطائفيه الموجوده الحقيقه وفي سبيل الوصول الى اهدافها يعني الحاله السيا... الطائفيه السياسيه، الطائفيه المجتمعيه، ضرب المجتمع، تمزيقه الحقيقة لن تتورع عن تسميم الأجواء بخطابات طائفية بتحريض وغيرها من الاساليب لتصل الى مبتغاها مع العلم هذا الخطاب والاجراءات لا علاقه لها بمصالح المجتمع العراقي تعتقد المجتمع مدرك لخطوره هذا التلاعب لخطوره هذه الخدع وخطورتها على العراق يعني ككيان وكدوله ومجتمع الحقيقه هم لا يتورعون ليس في الخطاب وليس في التوجه وليس نعم. في إجراءات السياسية لكن حتى في قضية القتل والتدمير يعني لنأخذ مثال ما حصل في 2006 ما حصل في ذلك الوقت هذا جزء من مخطط كبير لتمزيق المجتمع العراقي ولا أستغرب يعني الآن إذا ما وصلوا إلى مرحلة معينة يحتاجون حتى إلى التخلص من أحد الشخصيات الشيعية الكبيرة حتى لو كانت دينية حتى لو كانت قيادية ورمي مقتلهم او تفجيرهم أو, ما او اي 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 طريقه التخلص من عندهم برقبه طرف اخر لكي يمزقوا المجتمع بهذه الطريقه فكثير من الفكر الهمجي الفكر الشاذ الذي يحكم العلاقات داخل القوى السياسيه في المجتمع العراقي في العمليه السياسيه من هذا النوع حقيقه هذا وهذا موجود. واللي اللي يقتل شباب صغار حلوين يطلعون ينادون يعني يريد العراق ومن اجل العراق ارفعوا الرايات العراق قتلوهم بالشوارع بما حصل في ثوره تشرين بدم بارد وطرف ثالث وما اعرف منه هذا هذا الكلام الفارغ الكلام الغير مقنع هذا هذا لا يتورع ان يفعل اي شيء الحقيقه لانه الان بلد مفتوح بثروات كثيرة يسرقونها فرصة لأن يحكموا أن جهلة والأجراء يحكمون في بلد معين بلد كنز بثروات نفطية بثروات هائلة جدا يتحكمون بها كيفما يريدون هذه قضية يعني غريبة بعض الشيء لكن هي مفهومة بالنسبة للامريكان وهم جاؤوا بها لهذا الشكل. لذلك من يقول أن الأمريكان أخطأوا هنا ما أعرف منه العملية مو كذبة الأمريكان ما وصلنا إليهم النتيجة هذا يسرهم هذا نجاح لمشروعهم ما وصل إليه العراق الآن هو هذا النجاح الكبير لهذا المشروع الذي بدأوه سواء بالحصار فرض على العراق أو بعده بالاحتلال هذا واقع الحال حقيقة واقع الحال لا ننكره لكن عندما تنظر إلى العراق بعد 2003 لحد الآن هم يتحدثون عن قضيتين متناقضة هم يتحدثون عن ازدهار العراق ازدهار العراق ويتحدثون عن الديمقراطية والحالتين مع الطائفية التي يريدون أن, أن أن تنتقل إلى المجتمع تكون طائفية مجتمعية لا يمكن أن 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 يوجد على سطح واحد يعني الطائفية المجتمعية والطائفية السياسية لا يمكن أن تتماشى مع الديمقراطيه، الحديث عن الديمقراطيه والحديث عن ازدهار البلد. لان في ازدهار البلد والديمقراطيه يجب ان تدفع بالكفاءات. الكفاءات لا قوميه لها ولا مذهبيه لها. انت تدفع بالكفاءات مهما كان دينه، مهما كان كفاءته، يجب ان يكون عراقي. وهذه غير موجوده، هذه هذه التاسيس لفكر طائفي مجتمعي يبحث عن ناس معينين محاصصات معينة كراسي معينة ومن شاهده في البرلمان هذه الميليشيات وال... هذا جزء من عنده طيب هذا كيف يمكن أن يبني بلد أنت تزيع الكفاءات مهما كان اتجاهها لأنه مو من عندك هذا ما لا نقبله فأنت ترفض الكفاءات ترفض ازدهار البلد وأنت تشيع الفساد تشيع التفرقة تشيع ال... ال... الانهيار المجتمعي والأخلاقي هذا كله لا يتناسب مع نهوض بلد اما ان تبني لي مجسر ما منه منو تصلح لي طريق تسوي لي مطاعم وتسوي لي مولات وتقول لي هاي احنا نهضنا والبلد نهض هذه كذبه كبيره لان البلدان تنهض بمجتمعات راقيه متعلمه بالتعليم بالصحه بالخدمات بالصناعه بالزراعه بمردودات كبيره للدخل القومي غير النفط هذا واقع الحال اما عندنا نفط نبيع على النفط ونجيب فلوسه وندخلها بالفساد ونجيب موظفين كثيرين حتى نضمن ولائهم ذولا هذه هاي هاي كذبه كبيره والناس تتظاهر واليوم اذا سيطروا عليها باشر عقبه ما يسيطرون عليها كل سنه يدخلون الى ساحه العمل 800 الف عراقي يبحثون عن في سوق العمل كيف ستتعاملون معهم السنه القادمه والسنه اللي بعدها والسنه اللي هذه قنابل موقوته ستمزقكم وستنتهي وستنتهون الحقيقه الوضع الاقتصادي هو مقتلهم وفكرهم هذه محاوله نقل نقل الفكر السياسي الطائفي الى الفكر المجتمعي كي يتفادوا هذه ليس لن يستطيعون يتفادونها دكتور صباح استنادا الى ميراث طويل من التعايش والقبول والوئام والمصاهره بين المجتمع العراقي وعدم معرفته او تلوثه بالطائفيه هل يمكن ان يكون ضمانه وحصن ضد نقل الطائفية إلى المجتمع وصبغ المجتمع بهذه الصبغة وهذا الحرص من قبل العملية السياسية على نقل الطائفية من حالة سياسية إلى حالة مجتمعية هذا الإرث المجتمعي والمتماسك ضمانة لكي لا تكون نمطا مسيطرا على المجتمع حاضرا ومستقبلا أه لاحظ أستاذ ماجد أه أنا مرة قلت في تغريدة بأنه سبب اعتراض الحوزه في النجف والفقهاء والمعممين الشيعه ضد ثوره 58 كان لسببين. الاول هو قانون الاحوال الشخصيه تمكين المراه والثاني قضيه النفط تاميم النفط. يعني كان هي احد اهداف الثوره. لاحظ انت بعد اثنين ثلاثه شنو صار؟ محاولات مستمره ل تهديم هذا القانون اللي مكن المراه ويحافظ على الاسره ويحافظ على الامن الاسري استهدافه وايضا النفط اي استباحه المال العام بحجه مجهوليه المالك هذه اهداف هذا التشيع السياسي مؤسساتيا في النجف وسياسيا من خلال الاحزاب ماذا حدث؟ اذا ناخذ احنا عبره من التاريخ بال 58 ما اعترضت المؤسسه الدينيه. الشعب العراقي كله دعم هذا الاصلاح الاصلاح المجتمعي الاقتصادي القانوني الى اخره. وهذا يحدث الان مره اخرى. عندما حاولت هذه الاحزاب الفارغه اخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا وكل شيء عباره عن قطاع طرق ورعاه ولصوص ثلة من الفاشلين على قولة ابن خلدون الثلة من الدونية المنحطة أخلاقيا تبحث عن ثقوب في الثقافة هذه الفقهية طوية تحاول من خلالها أن تسرب بعض الأفكار السامة للتسقيط الأخلاقي المجتمعي اعتقادا منها بأنها ستحاكي هذه الرغبات والغرائز الحيوانية عند الذكر العراقي وتخفل عن أن الإنسان العراقي رجل أو امرأة هو مو فقط حيوان غريزي هو إنسان جذوره تمتد إلى سبعة آلاف سنة فستفشل تماما كما فشلت في الثمانية وخمسين لأن مرة أخرى هذه القوة ولحسن الحظ يعني المشكلة وين أستاذ ماجد المشكله الحقيقيه في السياسه. عندما يكون خصمك او عدوك. خليني اقاطعك، هذه القوى الان تملك ايه؟ السلطه وتملك نعم. القانون وتملك والمال الاعلام والمال والسلاح, والسلاح, والسلاح كل كل ادوات القوه بيدها والعالم معها والاقليم ايه؟ معها وقطاع نعم. كبير من الناس معها كيف ستفشل؟ استاذ ماجد اكو شيء يتسامى عن كل هذه الامكانيات والموارد اللي تمتلكها هذه القوة نعم شيء اسمه اخلاق نعم يبقى الانسان العراقي عنده عنده كرامه، عنده عد عزه نفس، عنده ضمير عنده انتماء عنده غيره على اهله وناسه وبناته وعشيرته الى اخره. الاخلاق الاخلاق وليست السياسه وليس السلاح وليس المال وليس الدول الإقليمية هي والعظمى الاخلاق هي من ستهزم هذه الثلج من اللصوص وقطاع اشكرك دكتور رافع لو انه هذه المحاولات قوى العمليه السياسيه خاصه الان تستخدم هذه عملية نقل الطائفية من حالة سياسية إلى حالة مجتمعية عبر مظلة القوانين وتشريع القوانين وما إلى ذلك وتغازل أو تحاكي المجتمع أو بعض الطائفيين من المجتمع لو قدر لها النجاح ما هي المخاطر المترتبة على هذه الخطوة تعرف خلال عشرين عام الطائفية السياسية دمرت البلد وقتلت أهله وهجرت ونهبت لو أصبحت بخطين متوازيين أو متعاضدين طائفية سياسية وطائفية مجتمعية إلى أين أحنا ذاهبون لا أستاذ ماجد عندما أكدت هيئة المسلمين على هذا الموضوع كانت ذكية جدا جدا في تشخيص الموضوع وتشخيص دقيق جدا جدا في 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 السياسه الطائفيه السياسه السلطه السلطه الطائفيه السياسيه اي سلطه في العالم اي سلطه في العالم تستطيع ان تفرض ثقافتها على المجتمع هذا واقع حال مع مرور الوقت هناك ثقافه معينه السلطه تفرضها على المجتمع والمجتمع يتقبل هذه الثقافه اذا ما كانت السلطه قادره ان تقدم شيء لهذا المجتمع مجتمع شيء فشيئا يعني خطوه بعد خطوه يستطيع ان يتقبل الثقافه التي تريدها السلطه السياسيه في اي بلد هذه السلطه الوحيده في العالم من عام 2003 لحد الان لم تستطع ان تفرض ثقافتها على المجتمع العراقي نعم هناك من يؤيدونها هناك لكن المخالفين لها الذين يعارضونها كثير لم تستطع هذه السلطه ان تفرض ثقافتها على المجتمع لانها لم تقدم شيئا للمجتمع قدمت لهم الفساد كثقافة قدمت لهم الرشا انهيار التعليم كل انهيار الخدمات كل هذا انهيار الاستقلال السيادة الدخلاء المعرف منه المحسوبيات هذا كله قدمته لهم لكن هذا لا يقنع المجتمع هذا مجتمع مؤسس ببناء تراكمي قديم يعني لم يبنى في عام 1921 هو مبني من زمان هذا المجتمع العراقي شي يسموه دولة بلاد الرافدين ما اعرف منو سموه العراق لكن هو كان موجود هذا المجتمع العراقي موجود بالبراري موجود بالعشائر موجود بالمدن موجود هذا المجتمع العراقي ومؤسس أنت تجمعه في مدن تجمعه في البادية تجمعه بالريف هو هذا المجتمع موجود الحقيقة بكل صلاته بكل شكله بكل أخلاقه بكل ثقافاته هذا موجود لم تستطع هذه السلطة من عام 2003 لحد الان ان تفرض ثقافه معينه التي تريدها على المجتمع لذلك هي ذهبت الى البرلمان البرلمان والقوانين لكي تؤسس الى ثقافه مجتمعيه طائفيه قسريه قسريه هو هذا هذا ما تريده فلذا وفعلت هذا هو جرت خطوات كثيره سواء بالتهجير سواء بالاستيلاء على الاراضي سواء بتحي بتحويل ملكيات حتى المقابر حولت ملكيات من من فلان طائفه الى فلان طائفه هذا كل استعدادا وإغراء للمجتمع لقبول هذه هذه القضيه لكن هل سيقبلها المجتمع العراقي نعم. هنا نعم. هنا القضيه لذلك انت عندما تسال دكتور صباح قبل قليل ورد دكتور صباح والله نعم إيه؟ عندما كنت تساله لماذا لم ينجح هؤلاء لماذا لا ينجحون هؤلاء نعم. هم نعم. بيدهم السلطه لا يستطيعون أن ينجحوا لأنهم لم يستطيعوا أن يفرضوا على المجتمع الثقافة التي يريدونها نعم. ثقافة المجتمع ثقافة أخرى معاكسة لهم فكر توجه لأنهم لم يقدموا شيئا بالإنجاز لم يقدموا شيئا هم مطلوب من عندهم أن يقدموا شيئا هم مطلوب من عندهم أن يسرقوا أن ينهبوا أن يسيطروا على البلد أن يضعفوا البلد وهذا هو مقتلهم به ولا يستطيعون أن يقدموا شيئا ولاء يعني ولاء الشعب الهم يبقى هو هذا السؤال الكبير الذي هم يحتارون به. دكتور صباح كيف للمجتمع العراقي ونخبه وقواه الحيه ومثقفيه ان يقبروا هذه المحاوله، محاوله نقل الطائفيه من حاله سياسيه التي دمرت البلد خلال 20 عام واورثته الخراب الى حاله مجتمعيه، صفحه اخرى من التدمير هو الحاله المجتمعيه، كيف يقطعون الطريق على هذه القوى التي لم يروا منها شيئا؟ كيف يفشلون هذا المشروع؟ كيف يردوه على نحور مصدريه؟ انا متفائل استاذ ماجد اكو بعدين تدام بعد متفائل وقميصك حلو احمر اي تفضل إيه. اذا ما اتفائل اذا اكون متشابه إيه. و... لا ان شاء الله متفائل نعم اي ف لا اكو اكو واقعي انا اسميه نعم. لأن اكو الى مبررات اكو تفاؤل عبثي نعم. يعني تفكير بالتمني اكو مبررات لهذا التفاؤل نعم. الواقع اكو بعدين البعد الاول تحدث عن الدكتور فلاح اكو شيء جميل في دف... في في دفاتر السجن لمفكر الايطالي انتونيو جرامشي يقول بي الهيمنه تبدا في المصنع ماذا يقصد؟ اي مشروع سياسي لا يستطيع ان يقدم سبل العيش الكريم للانسان للمواطن لن ينجح في فرض سلطته وهيمنته على هذا المواطن مهما تحدث عن الدين والمذهب والثقافه وكل شيء فهذا الصحيح اللي تفضل به الدكتور فلاح نعم بعد اخر بنفس الاهميه الاعتقاديه اللي هو خلينا نسميه الشرخ او الفارق الجيلي هذه الاحزاب التشيع السياسي بعقليته بذهنيته الطائفيه والقرسطويه الى اخره ومحاوله فرض هذه البيدوفيليه الذكوريه على المجتمع تحاكي شريحه بسيطه جدا تقليديه كبيره يعني سنا كبيره سنا من المجتمع العراقي. لو نظرت انت الان الى المجتمع العراقي، المجتمع العراقي طبعا هذه مجتمعات المنطقه العربيه باكملها ولكن المجتمع العراقي الاغلبيه الساحقه اكثر من 64% من هذا المجتمع هم شباب تحت ال 24 سنه. هذه الناس الاغلبيه الساحقه للمجتمع ما عدا هذه الذهنية ولا تشبعت في هذه الأفكار ولا في هذا الفقه ولا في هذا الفكر التشيع السياسي إلى آخره عدا اهتمامات مختلفة رؤى للعالم مختلفة لذلك هذه القوة لن تستطيع فرض هيمنتها على الأغلبية الساحقة للمجتمع العراقي وهنا يكمن التفاؤل أستاذ شكرا جزيلا لضيفنا من تورنتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري عبر سكايب ونشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب البحث السياسي كما أشكركم مشاهدينا الكرام إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله